الشاعر والإعلامي الزميل والصديق كمال إبراهيم، نلتقي معك هنا اليوم في المغار، إشهار كتابك الجديد لمسة حب. لمسة حب، حدثنا أكثر بداية عن هذا الكتاب. أهلا وسهلا بك أخ عماد غضبان في موقع بانيت، وشكرا لك على هذا اللقاء. هذه الأمسية ليست أول أمسية لي، سبق وقمت عدة أمسيات في السابق عندما كنت أصدر كتابا، حيث أصدرت حتى الآن 16 كتابا، منها 15 كتابا شعرا. والكتاب الذي أصدرته قبل أيام لمسة حب، الأمسية تتمحور حوله، ولكن ليس فقط حول هذا الكتاب، وإنما حول شعري بشكل عام، إذ شعري يتخلله أو يتضمن العديد من القصائد والمضامين والأغراض. كتاب لمسة حب مثلا فيه أشعار مختلفة ومضامين مختلفة، أغراض مختلفة، فيه النثر. حسب الاسم يعني هنا الحديث يدور عن شعر الغزل والحب في زمن نفتقر، زمن الحرب نفتقر فيه إلى الحب وإلى الألفة بين الناس. هل هناك رسالة يريد شاعرنا الشاعر كمال إبراهيم إيصالها إلى القارئ؟ ليس الكتاب ليس فقط غزل، وإنما هناك عدة قصائد. مثلا في البداية قصيدة لغتنا العربية تتحدث عن حبي للغة العربية، قصيدة وطنية أحبك يا بلادي، قصيدة نفحة أمل قصيدة وطنية كذلك، قصيدة ردا على قصيدة للشاعر التونسي فتحي الأطرش، وقصيدة لحفيدتي رسيل التي ولدت قبل 4 أشهر، وقصيدة رثاء لأبي إياد نجيب سرحان رحمه الله. وهناك قصائد غزلية كثيرة، ولكن الغزل في شعري هو رسالة إنسانية. الحب والغزل هي مشيئة وهي رغبة عند الشاعر الذي يتطلع نحو الإنسانية، هي من صفات الإنسانية. أستاذ كمال، يعني كتبت الكثير الكثير من القصائد وأنا قارئ لك، أردت أن أسألك قصيدة من هذا الكتاب بالذات كتبتها كشاعر وأحببتها كقارئ. في الحقيقة قصيدة لغتنا العربية، لأني أقتنع و أركز على أهمية اللغة العربية في وقتنا هذا، خاصة للشباب والطلاب في المدارس الذين لا يعيرون اللغة العربية الاهتمام الكافي. إذا أردت أن أقرأ لك القصيدة يحبذا لو تقرأ لنا من بصوتك وبإلقائك الجميل. سأقرأها. لغتنا العربية. لغتي نبراس هويتي وميلادي، أصول فيها تاريخ أمتي وأمجادي، لغتي حروف نقشت على صدر أجدادي، أجمل ما فيها حروف الصاد والضاد، أشعارها دونت من عهد ثمود وعادي، لغتي تمارسها شعوب العرب والعجم حتى السنغال وتشادي، لغتي زينة اللغات بها أنزل القرآن للخلق والعباد، مكانتها في الشعر صومعة رفعت أسماء على الأشهاد، شوقي في بلاد النيل والحمداني في العراق ببغداد، والمتنبي شاعر الشعراء فارس الفرسان والجياد، لغتي حروفها بالتبر مرصعة يجدو بها الفنان والحادي، كلماتها تبقى أصول الشعر والأدب مسك اللغات والخط فيها نيزك بادي. جميل جدا أستاذ كمال، يعني هناك العديد من المحاولات لدى الشباب لكتابة الشعر، ما هي الكلمة التي توجهها لهم؟ أولا أطلب من كل من يقدم على كتابة الشعر أن يجيد اللغة العربية، عليه أولا أن يدرس أصول اللغة العربية والقواعد. وللأسف اليوم نرى كثير من
الناس أو الشخصيات التي تتوجه لكتابة الشعر وتصدر دواوين وعندها أخطاء لغوية، وهذا شيء يعني يمس بسمعتهم ويمس بالأدب بشكل عام.